تنطلق اليوم الجلسة المشتركة، وهي أول جلسة تجمع بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. والآن نبدأ مع أول المتحدثين، الدكتور محمد عرجون رئيس قسم الطيران بكلية الهندسة متخصص في صناعة الطائرات. مصر تحتاج للتصنيع للمكونات الصغيرة التي تدخل في كل الصناعات المغذية والتكنولوجيا العالية بدرجة واسعة. يعني لما بنتكلم على صناعات متقدمة ونحاول ندخل فيها وغير ذلك، بنجد ان الصناعات اللي بتغذيها، وانا بتكلم عن المسامير والمفكات والحاجات دي، يعني الكلام ده كله مش موجود، مصر ما بتصنعوش، وبالتالي ما فيش دولة تبقى دولة صناعية وهي لا تنتج مثل هذه الامور اللي هي تحتاجها. النقطة التانية اللي عايز اقولها ان صناعة احلال الواردات مهمة جدا، وهي التي تقود الى صناعة التصدير، الى الصناعات التصديرية. بعد ما المنتج بتاعك يتحسن انتاجه ويقبل وتزداد كفاءته. وبذلك المبادرة اللي انا هقدمها دلوقتي هي مبادرة لتصنيع كل ما يمكن تصنيعه في مصر ويستورد حاليا. مرة تانية، كل ما نستورده ويمكن تصنيعه يجب ان يصنع خلال 4 سنوات. دكتور مهندس احمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات. انا اتكلمت في بعض المواضيع لما كنا في جلسة الصناعة، حاجتين اتكلمت عليهم، وثيقة ملكية الدولة وتحديد مفهوم الامن القومي مطلوب بيتعمل، سعر الصرف وسياسة الدولة تجاه سعر الصرف شيء مطلوب، واي استثمار هيتم لازم هذا الموضوع يبقى واضح. احنا مصر لسنوات طويلة انتهجت سياسة حماية جمركية للصناعة، واللي مطلوب ان يبقى فيه رعاية للصناعة، بمعنى ان انا بحط السياسة، انما وضع السياسة في حد ذاته مش عاوز اقول يمكن اسهل حاجة في الموضوع، اصعب ما هو موجود ان ازاي اتابع السياسة دي وتنفيذ هذه السياسة. فلو انا النهاردة بتكلم على ايه اللي نطلبه من الحكومة عشان نقدر نعمل سياسة صناعية، المطلب الاول ان يبقى فيه كوادر قادرة على انها تنفذ هذه السياسة وتستأدي حق الحكومة وحق الشعب في الحوافز اللي اعطتها للمصنعين. الان مع كلمة الدكتورة عبير محمد سمير امين عام جمعية رجال اعمال المصريين. اعادة احياء قطاع الأعمال بالنسبة لصناعة الأدوية بجانب طبعا الاستثمار الخاص، لأن الاثنين يعني لازم هما بيكملوا بعض، ما ينفعش يبقى واحد أقل وواحد أكتر، ده كله في مصلحة المواطن المصري. لأن مع دخول وبدء موضوع التأمين الصحي، احنا نقول إن الأدوية بتشكل من 50-60% من المنظومة الصحية ككل، فكل ما احنا زاد البرودكتس المعروضة في التأمين الصحي كل ما سعرها يقل، وده يعمل عندنا كوست ريدكشن جامد، وبالتالي هيبقى عندنا مساحة ان احنا نعالج مرضى اكتر وبتكون بجودة اعلى من كده بكتير. الان الكلمة للسيد احمد رزق ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية. الاستثمار عندنا بنتكلم على الترويج، لازم الترويج عندنا يكون برضو بيتناشى مع حجم المنشآت. لو انا بتكلم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة محتاجة نساعدها بفرص استثمارية واضحة وصريحة، بدراسات الجدوى بتاعتها، بالاماكن، بنظم تشريعية وتمويلية تقدر تخليها تقدر تاني يوم تبتدي. لو انا بتكلم على الصناعات الكبيرة، لا، هي محتاجة النهاردة خاصة في المجالات الاستراتيجية محتاجة شراكة حقيقية. في فكرة قالت جيدة جدا، شفنا دول زي المغرب وغيرها قدرت تنفذها، ان هي ازاي تخش الدولة في شراكات مع الشركات الكبرى في مجال بعض الصناعات الاستراتيجية المستهدفة. والان مع المهندس مجد الدين المنزلاوي امين عام جمعية رجال اعمال المصريين. العنوان الرئيسي بتاعنا النهاردة هو توطين وتعميق التصنيع المحلي. العنوان ده ليه
أهمية كبيرة الحقيقة في الآثار المباشرة إذا نجحنا إن احنا نحقق هذا الهدف. الهدف دون هيكون في اتجاه زيادة الاستثمار الأجنبي، هيكون زيادة تصدير، هيكون زيادة إنتاج، زيادة القيمة المضافة في المنتج المصري هتفتح آفاق كبيرة جدا للتصدير، وفي نفس الوقت للدول اللي مصر بتتمتع معاها باتفاقيات زي دول الكوميسة والدول العربية والأوروبية. فلازم نوصل بنسبة التصنيع المحلي 40%، وده يعني زيادة القيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وزيادة التصدير وزيادة التشغيل في كل الاتجاهات. مرحب بحضراتكم من الحضور من الأمانة العامة للحوار والأمانة الفنية. الكلمة الآن مع سيادة النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ. في البداية في سؤال افتتاحي لازم نسأله نفسنا، هل الأزمة اللي عندنا أزمة موارد ولا أزمة إنفاق؟ في تصوري هي أزمة إنفاق، في مجموعة من الشواهد بتأكد على ده، أهمها شاهدين هنركز عليهم. الشاهد الأول إن احنا رغم السنين الطويلة اللي فاتت دي المالية العامة بتحقق فائض أولي، لكن مصحوب بتزايد كبير في مسألة الدين العام، فبالتالي احنا عندنا أزمة في الإنفاق. الأمر الثاني إن ده أثر على انكماش القطاع الخاص لمدة 29 شهر على التوالي. نتيجة إيه؟ نتيجة تضخم كبير جدا لدور الدولة في الاقتصاد. الأمر الثاني كمان إن في تشوه في الهيئات الاقتصادية العامة. لما نبص على الهيئات الاقتصادية العامة بنلاقي إن احنا هذه الهيئات أولا ربعها بيحقق خسائر، تلتها وأكثر من تلتها ما بيحققش أرباح. العلاقة مع الخزانة العامة علاقة سلبية بتتجاوز ال 180 مليار في الموازنة الجاية، حوالي 182 مليار. نبص كمان على العائد على الاستثمار في هذه الهيئات هنلاقيه منخفض جدا، هنلاقي ان في سوء تقدير للأصول بتاعتهم، فبالتالي احنا في عندنا سوء إدارة كامل في هذه الهيئات ورغم كده بتزيد. السيد الأستاذ الدكتور رامي رمضان مدرس مساعد التمويل والاستثمار ممثل حزب العدل. عشان نتكلم عن شمولية الموازنة أو نتكلم عن إصلاح مالي فإحنا لازم في البداية نتكلم عن إصلاح إداري. أنا لما أجي أبص على الجهاز الإداري للدولة فإحنا بنتكلم إنه في تضخم شديد جدا في الجهاز الإداري للدولة. ده نتج عنه إيه؟ نتج عنه تضخم في الموازنة العامة للدولة. بالتالي الموازنة بتوصل أحيانا ل 1636 موازنة داخلية. الرقم ده ممكن يبقى في البداية هو رقم كبير جدا، بس الـ في الناحية الثانية التضخم اللي حصل في الجهاز الإداري للدولة ده هو مع وجود التضخم ده اللي انا بلاقي انه في جهات كتير او قطاعات كتير في الدولة عندها عجز في العاملين بالقطاع الإداري في الجهات ديت، وده بسبب سوء توزيع العمالة في الجهاز الإداري للدولة. طيب احنا النقطة دي اتكلمنا فيها او الحزب اتكلم فيها في المؤتمر الوطني للشباب وعرضنا مقترحات ليها، ولكن احنا شايفين انه من وجهة نظرنا ترشيدا للانفاق ولشمولية الموازنة انه في هيئات او جهات في الدولة وايضا بعض الوزارات انه بنحتاج انه في هيئات محتاجة دمج، في هيئات محتاجة انه يتم الغائها تماما، في هيئات اخرى محتاجين استحداثها. الكلمة الان مع الدكتور نبيل زكي استاذ الاقتصاد الدولي ونائب رئيس معهد نيويورك للتمويل. هل المشكلة في ضعف الموارد ولا المشكلة في ضعف الادارة؟ عندنا 8 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام ب 121 شركة تابعة ليها، ما يتم تقييمه من الأصول أكثر من 4 تريليون جنيه مصري، ما يقول للدولة لا يقل عن 6 مليار جنيه في الموازنة الحالية والموازنة القادمة. يعني لو حبينا نعمل معدل العائد على الأصول هيبقى تقريبا نص في الألف، يعني نبيعها أحسن ونحطها في البنك 19%. العمل على بنتكلم كتير على زيادة القروض، بنتكلم على زيادة الاستثمار الأجنبي، ما بنتكلمش على زيادة الإنتاجية، ودي ده محور مهم جدا وخصوصا في شركات قطاع الأعمال العام. النائبة مرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثل حزب حماية وطن. الحقيقة في موازنة 23-24 هي عبارة عن تريليون و500 مليون، ويقاس حجم التهرب الضريبي في أي دولة بنسبة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي الإجمالي، وإحنا عندنا هذه النسبة متدنية وهي 12.9% طبقا لآخر إحصائية، وعليه لابد من
أن يكون هناك توصية نوصي بزيادة الحصيلة الضريبية لتصل على الأقل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق التوسع في القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد الغير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وإعادة النظر في الأثر التشريعي لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة 152 لأن كان الهدف الرئيسي منه هو ضم الاقتصاد الغير الرسمي ولكنه لم يحقق الهدف منه.